حسام حسن محمد عبد الله، مواليد روض الفرج، ابريل 1989، واحد من اللاعبين الذين مثلوا قطبي الكرة المصرية في مرحلة الناشئين. ففي عام 99 كانت بدايته بمدرسة الكرة بنادي الزمالك، وبعدها انتقل إلى فريق تحت 14 سنة بالنادي الأهلي لموسم واحد قبل أن يخطفه قطاع الناشئين بنادي إنبي، ليتألق بفرق القطاع تحت 15 سنة وحتى 19 سنة. نجم الوسط حصل على المركز الخامس على مستوى العالم في مسابقة تحدي بيبسي العالمي، ونال شرف مقابلة النجوم تييري هنري، رونالدينيو، روبرتو كارلوس، باكم وإنيستا، وتدرب بأكاديمية مانشستر يونايتد على مدار أسبوعين كامل تحت قيادة السير أليكس فيرغسون. حسام حسن منحه الكابتن أنور سلامة المدير الفني لفريق إنبي حينذاك فرصة اللعب للفريق الأول وعمره لا يتجاوز 18 عاما، وكانت المباراة الأولى له أمام المصري بورسعيدي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. حسام حسن خاض تجربة الاحتراف الأوروبية عن طريق الدوري التركي حين انضم إلى فريق ديار بكر، وحط رحالة عائدا من رحلته الخارجية القصيرة في صفوف النادي المصري بورسعيدي مع بداية موسم 2009-2010 قبل عودته من جديد إلى الدوري التركي وتحديدا فريق ريزا سبورت التركي. Bakalım nasıl değerlendirecekler. Hüsem Hasan'ı da görüyorum. 5 kişilik bir baraj. İşaret geliyor. Vuruş direkten dağlara. 4-1. حيث صعد معه إلى الدوري التركي الممتاز قبل أن يعود من جديد إلى بورسعيد. ومن جديد لم ييأس حسام حسن لنيل فرصته كاملة خارج البلاد، حيث حاول جاهدا شق طريقه في البرتغال بتمثيله لألوان فريق جالفيزانتي يوليو 2014، إلى أن ظروف تغيير المدير الفني لفريقه البرتغالي قد قضت على أحلامه بالمشاركة كأساسيا مؤقتا، ليعود إلى مصر للمرة الثالثة خلال مشواره الكروي تمهيدا لاستعادة جزء من ثقته بنفسه وأدائه المعهود مع التوأم حسام وإبراهيم حسن بنادي الاتحاد السكندري خلال 6 شهور القادمة، وهي فترة إعارته لزعيم الثغر. نجم المصري السابق ولاعب جالفيزانتي البرتغالي الحالي المعار للاتحاد كان لاعبا أساسيا في صفوف المنتخب الوطني للشباب خلال بطولة كأس العالم التي أقيمت بمصر عام 2009، كما شارك مع المنتخب الأولمبي بأولمبياد لندن 2012 مقدما أداء طيبا على المستوى الدولي. معنا ومعكم اليوم اللاعب حسام حسن ضيفا كريما على البلدوزر، فتابعونا.